قررنا في برنامج الجدعان ريل استيت نتحرك فورا لتوثيق اجراءات القرعة العلنية اللي بتجريها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مشروع فالي تاورز اللي بإجمالي تقريبا 2600 وحدة سكنية في اهم موقع في مدينة حدائق اكتوبر اللي بتطل على الاهرامات مباشرة. اولا انا برحب بحضراتكم، انتوا نورتوا المكان وانا كنت مهتم جدا ان حضراتكم تكونوا متواجدين، لان لازم الشفافيه والوضوح في كل اجراءاتنا ده شيء مطلوب ومهم جدا. الحمد لله رب العالمين، النهارده كان حجم هم المتقدمين في القرعه حوالي 10800، كان التقديم على اراضي على الوحدات الدور الارضي والمتكرر والاخير في مشروع فالي تاورز، وحدات سكنيه في حدائق اكتوبر. الحمد لله رب العالمين، احنا المشهد ده بنكرره في كل الاطروحات اللي هي من خلال هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. وبحب اقول برضو النهارده اللي لم يحالفه الحظ ان احنا عاملين طرح كبير جدا، ان شاء الله هيبدا من يوم الحد القادم حوالي 6500 وحده، هيبقى في اغلب المدن الجديده ومشاريع كتيره جدا، وان شاء الله خير وربنا يكبر بخاطر الناس كلها. كل متقدم بيتراجع اوراقه بالكامل وبنراجع البيانات وصحتها وان ما يكونش فيه اي حاجه فيها مخالفه لكراسات الشروط. بعد انتهاء التقديمات بناخد حوالي شهر في تجهيزات الاوراق وشهر ونص كمان. مصداقيه كبيره جدا، وزي ما انتم شايفين احنا بنحط الشقق في صندوق والاسماء في صندوق المتقدمين، وبنسحب الوحده السكنيه وبنسحب معاها الاسم من الصندوق الثاني. يعني الموضوع ما فيهوش ان شاء الله رب العالمين، ما فيهوش احتماليه ان شاء الله ولا اي خطا، وهي موضوع قدري 100%، وربنا يا رب نقدر نوفر كل طلبات الناس كلها في المدن الجديده ان شاء الله رب العالمين. خلال اسبوعين لثلاثه عمل نفس اسلوب السداد اللي سدد بيها هترجع له الفلوس، اللي دفع بفيزا هترجع له على حسابه في الفيزا، اللي دفع تحويل من حسابه في بنك بيرجع له الاس اتش بتاعه، اللي دفع نقدا بترجع له على المنفذ اللي رجع فيه نقدا بيستلم منه فلوسه. هو المشروع رائع، هو خلي بالكم وحدات فالي تاورز اللي وفق النهارده وخد شقه، انت قاعد في مكان فيو الاهرامات وفيو الاهرامات بشكل مباشر، ويعني من عجائب الدنيا السبع الاهرامات، فانت موجود في مكان مش موجود في العالم. ربنا اكرمك بشقه كويسه جدا، هي متشطبه تشطيب عالي جدا، الابراج 9 ادوار 2 اسانسير، تشطيب هاي لوكس، حاجه مشرفه وجيده جدا، والف مبروك للجميع ان شاء الله رب العالمين. الابراج دي في الحقيقه هي في منطقه مميزه جدا بمدينه حدائق اكتوبر، تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات. البرج عندنا بيبقى أرضي و9 أدوار ضمن 74 برج حضرتك. المنطقة طبعا منطقة مميزة جدا، احنا مهتمين جدا بعمل لاندسكيب. الوحدات عندنا فندم بتراوح مساحتها من 95 متر ل100 متر، بيبقى فيه طبعا أسانسير موجود عندنا، بيبقى 6 أدوار في الدور، خلاف المحلات اللي هي موجودة بالدور الأرضي لخدمة المشروع. طبعا احنا عندنا طبعا اعمال لاندسكيب، احنا اهتمينا جدا باعمال لاندسكيب دي، بتدخل في حوالي نسبه 50% من اجمالي المشروع، فاحنا بنهتم جدا بالعمل الجمالي اللي موجود في المشروع. طبعا احنا في حرص الدوله على ان القرعه تقام بالشفافيه، الحمد لله احنا النهارده طبعا بنقام القرعه في الصاله المغطاه. احنا الحمد لله احنا انتهينا من الادوار اللي هي الادوار الاخيره والدور الارضي. الدور الأرضي طبعا احنا كانت القرعة على 192 وحدة، تقدم لها حوالي 362. اما بخصوص الدور اللي هو الأخير فهو كان 246 وحدة، تقدم لها حوالي 371. طبعا الشفافية ده كان احنا شغالين طبعا من خلال بث مباشر، احنا بنشتغل من خلال الصناديق شفافة، بنجيب اطفال صغيرين هم اللي بيسحبوا بنفسهم، فهي قرعة الحمد لله فيها الشفافية كاملة بإذن الله. إن شاء الله إحنا بإذن الله عندنا في 432 وحدة سكن مصر، هتقام بإذن الله هيبقى الحجز لمدة شهرين من يوم 27 في مناطق مميزة جدا. عندنا في سكن مصر بمنطقة الداون تاون 600 متر من طريق الواحات بإذن الله، دي وحدات مميزة جدا بإذن الله، مساحتها بتروح من 106 متر ل 118 متر. بالإضافة لدار مصر عندنا في 22 وحدة بإذن الله، هيبقى مساحات بتروح من 100 متر ل 150 متر.